السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، أهلا بكم وصفة جديدة من وصفات مطعم بيتي. والنهاردة بإذن الله هنعمل يعني وصفة كده سهلة وبسيطة. عملنا طبعا احنا الرقاق، صواني الرقاق عملناها، وأكيد فاض عندنا رقاق. أنا كنت عاملة رقاق طري وعاملة ناشف، يعني ففاض من الناشف تقريبا 2 ومن الطري فضلت 3 رقاقات من الطرف. تمام، فقلت لسه بقى هعمل تاني صواني رقاق. لا، نعمل حاجه حلوه بقى، ايه، نحلي بيها كده بعد العيد. فهنشوف بقى هنعمل ايه بيها. ان شاء الله وصفه تبقى سهله وتعجبكم وبسيطه جدا، يعني اي رقاق عندك ممكن تشتغلي بيه، طري او ناشف. بصي حبيبي، هجيب كده الرقاق اهو، اجر الطريقه اللي عندي هجيب كده ايه، مسحه دي زبده صحيحه، سمنه، يعني سمنه زبده اللي عندك اشتغلي بيه. طبعا دي الزبده دي اللي بعملها وبسيحها وبعملها سمنه. فدي عندي سمنه بلدي اهي عشان تبقى ايه ريحتها حلوه وطعمها حلو. هجيب حشوة في النص كده، عندي حشوة من بتاعة رمضان بقى، سوداني على جوز هند على سكر على شوية قرفة، حطيت عليهم شوية قرفة. ممكن تحشي كده، ممكن لو عندك كستر احشي كستر، لو عندك نوتيلا احشي نوتيلا، لو عايزة تعملي حادق اعملي حادق بالجبن، بالجبن والبسطرمة بالصدق، بأي حاجة انت عايزاها اعملي بيها. تمام، هجيب كده، سهلة وصفة يعني بسيطة وسهلة يعني. ودهني كده بين الطبقات، هيبقى ولا أحلى كتير انت عاملاه بحاجة سهلة كده وبسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده، وجي عليها كده، دي طبعا بعملها كده بقى وباخدها على الطاسة واشتغل عليها. تمام، دهنتي هنا، دهنتي ما دهنتيش، كده كده هندهن الايه الطاسه اللي هنشتغل فيها. تمام، بصوا حبايبي، انا جبت الطاسه اهي كده ونزلت فيها شويه سمنه برضو، سخنتها. هنزل بايه، احمرهم كده واطلعهم ياخدوا لون على الوشين وخلاص على كده. سخني الطاسه بس حلو، والسمنه حلوه، سخنيها وما تقلبيش لما تحسي انها خدت لون من تحت. ان شاء الله تبقى كويسه وتعجبكم، تبقى حاجه حلوه كده سهله وبسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب اهو. بصوا، احلى كتير واسهل كتير واسرع كتير. كلنا اكيد عندنا بواقي رقاق ناشف او طري اشتغلي بيه. عندك عصاج احشي عصاج ويبقى فطاير حادقه. عندك بسطرمه وجبن احشي. نشوف الوش التاني كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. عايزه تحمري اكتر حمري، انا عايزه احمرها اكتر بصراحه. حبيبي، ادي الفطير اهو بعد ما حمرته طلع طريه خالص،
مش قادره اقول لكم جماله. ممكن بقى انت ايه بتجيبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، حطي عليه زي ما انت تحبي بقى، ممكن كده، ورشي عليه سكر، حطي عليه لبن زي ما تحبي. دي واحده اهي، وعايزه تقطعيها نشوفها، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، الصوت طري و اهو جميل جميل، وجه الحشوه جوه اهي جميله جميله. ممكن بقى ايه تحطي عليه، عايزه تحطي عليه عسل، حطي عليه عسل لو ده ناشف شويه، وعندك عسل نحل او شربات زي ما عندي كده شربات اهو، رشي عليه شربات. مش عايزه ده ولا ده، وعايزه تحطي له لبن بس، ماشي، عايزه تاكليه كده مفيش اي مشكله. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، اتمنى يكون عجبكم، وفكره جديده وحاجه سهله وسريعه، اتمنى تعجبكم وجربوها وان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.